مجموعة من العلماء في المملكة المتحدة اكتشفوا كوكب في حجم كوكب الأرض بيقع على بعد 40 سنة ضوئية. العلماء أكدوا احتمالية إن الكوكب ده من الممكن يكون صالح وآمن للحياة. يعني يا دوب بس أنت بتبتدي تجهز نفسنا. صح، هم فقدوا الأمل خلاص في الأرض. نبتدي نستعد عشان نطلع لهناك. يعني يا دوب، إيه حكاية الموضوع ده طيب؟ وقصة الاكتشاف الغريب ده ابتدى منين؟ خلونا نعرف تفاصيل من الدكتور خالد يوسف، وكيل كلية الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على مصر كلها. أهلا بيك يا فندم. يعني كلمنا عن الكوكب المكتشف حديثاً، يعني بعيد عننا ب40 سنة ضوئية، معنى الكلام ده إيه واكتشفوه إزاي؟ خلينا أقول جليسي 12 بي اللي هو الكوكب المكتشف حديثا هو كوكب في مجرة، دايما احنا المجرة دي بنسميها باسكت فيش، والمجرة دي فيها مجموعة من النجوم. يمكن احنا بنبص في السماء بنشوف نجوم، بس حوالين النجوم بيبقى في كويكبات أو كواكب بتدور حول النجوم بنفس الطريقة اللي بتدور بها كواكب حوالين الشمس في المجرة بتاعتنا. فالأرض هو كوكب يدور حول الشمس، فمن ضمن هذه النجوم نجم اسمه جليسي، وهذا النجم حواليه كوكب سمي بجليسي 12 بي. هو ده الكوكب اللي خد خصائص تشبه خصائص الأرض، وبالتالي توقع العلماء أنها بتسمح بالحياة عليها. خليني برضه أقول يعني إيه الحياة على كوكب أو habitable planet، اللي هو كوكب ينفع نعيش عليه أو يصح إن احنا نعيش عليه. ومعناها إن كوكب فيه ظروف تلائم الحياة. الحياة دي سواء كانت حياة البشر أو حياة الكائنات الحيوية بصفة عامة، زي المناخ، الاتموسفير، الغلاف الجوي، درجة الحرارة، وجود الماء في طبعاً مهم جدا عليه. يعني في أشياء كثيرة، في مقومات الحياة، مقومات الحياة بالضبط كده على سطح الكوكب. تمام. طب معناه أنه بيبعد 40 سنة ضوئية عن كوكب الأرض؟ أولاً احنا بنقيس في الفضاء المسافات بنقيسها بوحدة اسمها وحدة السنة الضوئية، لأنه طبعاً احنا بنمشي على الأرض بنمشي بالكيلومتر أو بالمتر. بنمشي في الكون بتاعنا القريب بنمشي برضو بالكيلومتر. فلما قلنا احنا مثلاً حطينا تلسكوب بتاع جيمس ويب اللي أطلقته ناسا على بعد 1.5 مليون كيلومتر من سطح الأرض، معناها إن احنا ملايين الكيلومترات تعتبر بالنسبة للكون رقم قليل قوي. لكن لما بنبص على المسافات البعيدة هنبص نلاقي ان احنا يصعب ان احنا نحسبها بالكيلومتر، بنحسبها بوحدة جديدة اسمها وحدة معروفة، مش جديدة، هي معروفة، اسمها السنة الضوئية. السنة الضوئية معناها الوقت اللي بيفضل الضوء ماشي فيه لمدة سنة. معنى كده ان الضوء ساب الكوكب ده اللي احنا بنشوفه النهاردة ده سابه من 40 سنة فاتت. فمعنى كده احنا بنشوف الكوكب ده على حالته 40 سنة في الماضي. طيب دكتور، انا عايزه اسال حضرتك سؤال. احنا عشان نقول انه الكوكب ده قابل للحياه او صالح للحياه، انه احنا جربنا انه عليه ميه صالحه للشرب مثلا، عليه هل في انهار، هل درجه الحراره نفس درجه حراره كوكب الارض؟ يعني قررنا ازاي او العلماء قرروا ازاي انه قابل للحياه؟ هي طبعا لما نيجي نشوف كلمه قابليته للحياه في بعض المؤشرات زي ما وضحت كده في بدايه وداخله انه محتاجين نشوفها. فلما نلاقي مثلا درجه الحراره المتوقعه او اللي احنا بنشوفها على سطح الكوكب انها في المتوسط 40 درجه، 40 درجه معناها في المتوسط اللي يسمح بالحياه. طبعا ده اعلى من متوسط درجه حراره الارض، درجه حراره الارض متوسطها 15 ل 17 درجه مئويه. فبنبص لمتوسط درجه الحراره على سطح هذا الكوكب 40 درجه مئويه، معناها انه الميه هتفضل في الحاله السائله بتاعتها، معناها انه محتمل وجود غلاف جوي، ده لسه في الدراسه. الغلاف الجوي ده فيه جازز بتسمح بيه الحياه. احنا بنعيش على الارض محتاجين اكسجين مثلا، محتاجين ثاني اكسيد كربون، حتى لو بيعمل لنا شويه احتباس بس الزياده منه مش كويسه. محتاجين نيتروجين، في جهازات مكونه للغلاف الجوي هناك، في اكسجين وكربون دايوكسيد ونيتروجين في. ماشي، شكرا ليك دكتور خالد يوسف، وكيل كليه الملاحه وتكنولوجيا الفضاء جامعه بني سويف. طمني بس انت، في ميه ودرجه حراره كويسه وفي اكسجين وكل حاجه. 40 سنه ضوئيه، مش سنه، مش يعني من السنين بتاعتنا يعني.